وبالرغم من أنه غسان مسعود صرح أكثر من مرة أنه يحب التمثيل بالفصحى أكثر أو أدواره بالفصحى أكثر، إلا أنه بالتأكيد أدوارك باللهجة السورية أدوار مهمة جدا. لك مشهد في مسلسل مقابلة مع السيد آدم أنت ما بتتكلمش فيه ولا كلمة، إنما مشهد أداء يعني رهيب. الممثل يعتمد على الذاكرة الانفعالية على المخزون، فبيستحضر بهيك مشاهد يعني ما يصيب حدا شر من كل مستمعين ومشاهدين وحضرتك. بيستحضر لأنه بيكون عم بيدفن بنته هون، هو بيكونوا قتلوا له بنته. فالممثل يستعين بحالة مشابهة عاش في يوم من الأيام، ما هيك؟ لحتى بالذاكره الانفعاليه، لحتى على مستوى المشاعر يصير في نوع من التطابق ويستحضر كل هاي العواطف، هذا الدفء من العواطف والمشاعر. انا خفت كثير من المشهد، خفت من المشهد ونص المشهد ليس اخراجا. انا اشرت له لفادي المخرج صديقنا بحييه انه صور اللي بدك اياه، صور على كيفك، ما راح اقطع، صور على كيفك. فصار الكاميرمان يشتغل لحاله يعني، ولا عرفت وين وصل. طيب لانه انا مثلي مثل اي رجل، بس ما كانش مكتوب في ده، ما كانش مكتوب. لا 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 لا، لانه انا شخصيا واعتقد كل رجل نقطه ضعفه بنته، هي مشان البنات الحلوين يعني. نقطه ضعف الرجل بنته، الاب. صح، دائما البنت لها حاله خاصه عند ابوها. انا عندي بنت، الله يخلي أولاد العالم كله، عندي بنت هي نقطة ضعفي كتير كتير. للحظة ما أعرف شو صار فيني، شعرت أنه صابها سوء لبنتي، شعرت أنه صابها سوء ما في هذه اللحظة، فما قدرت. هو ما كان مطلوب أبكي ولا مطلوب، كان مطلوب نأجل كل هذا الشيء لمشهد آخر بيقعد بيستذكره وممكن إذا بده يبكي يبكي. هون ما كان مطلوب البكاء، كان مطلوب يبلع ألمه، يبلع وجعه، لحتى يصدره بعملية سأر قاسية جدا من أفراد العصابة يلي قتلوا له بنته. كان مطلوب نأجل كل هذا ونخليه بوكر فلات، لا يري ماذا يعتمل في داخله. لكن لحظة فلتت، لم أستطع السيطرة عليها أبدا، حتى بعد أن أوقف التصوير ما قدرنا نسيطر عليها. فهي لذلك لها خصوصية يعني. دايما بنقول انه الممثل الحقيقي يمثل بدون ما يقول اي كلمة، بدون ما يستخدم اي لهجة او اي لغة، يعني في النهاية المشاعر الانسانية واحدة. ونرجع تاني فكرة التمثيل اللي هو المتخطي للحدود الجغرافية. شوفي، انا عندما اتفرج على مشهد في التلفزيون او في السينما عادة لا أراقب من يتكلم، لا أراقب من يقول نص، أراقب الممثل الصامت، رياكشنات، أراقب من هنا أتعرف على الممثل إذا كان جيدا أو لا. لأن الصمت بفن الأداء أو فن الأداء من غير نص هو الاختبار الأكبر للممثل.
الاختبار الأكبر، لأنه عندما يقول نص يستطيع الاختباء وراء النص. صح. أما إذا كان صامتا، عين المتفرج ستذهب مباشرة إلى عين الممثل، ما في حاجز يمنع صحيح وصول عين الرقيب إلى عين الممثل، فبالتالي تستطيعين أن تحكمي على الممثل وهو صامت أكثر منه وهو يتكلم. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.